وحول هذا الموضوع ينضم معي عبر سكايب الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب والقسطرة. دكتور خالد مساء الخير. يعني تغريدتك خربت على الناس العادة اللي تجمعهم أحيانا اللي هو القهوة والتمر، ياليت تشرح لنا مضار وخطورة التمر والقهوة والطحينية. أسعد الله مساءكم أخي فيصل ومساء المشاهدين الكرام. بالعكس احنا نشجع على الاجتماع الأسري ونشجع مرضى القلب أنهم يجلسون والسكري يجلسون مع أهاليهم، ولكن نحن أيضا ننصحهم باختيار الأكل المناسب لصحتهم. يعني ليس معقول أن شخص يكون عنده سكري ويكون عنده ارتفاع شديد جدا في السكري ويأخذ له 15 حبة تمر بعد المغرب وما يسوي رياضة ولا يحرق. حبة التمر الوحدة وزنها تقريبا 7 جرام، 4 جرام منها سكر كأنك تأخذ ملعقة سكر عادية. فإذا أنت ما تحرق هذا التمر، ما تقوم باستخدامه، هذا يرفع السكر عندك ويؤدي إلى زيادة الوزن. زيادة الوزن هذه اللي تساهم فيها الطحينية تسبب زيادة أمراض السكر وتسبب أمراض القلب ويرتفع الضغط عندك وتسبب مشاكل في الشرايين. طيب يقول لك بعض الناس يا دكتور، طيب أهلي وأجدادي كانوا يأكلون التمر بكميات كبيرة وما جاءهم شيء. هي أهلك وأجدادك كان اللي منهم فلاح واللي منهم راعي غنم واللي يشتغل طول اليوم رايح جاي. نحن حياتنا أغلبها ما فيها حركة، نايم، تتحرك في سيارة، تطلع لمكتبك ما تتحرك، تروح في الليل استراحتك، ما تمارس أي نوع من الرياضة. فهذه الحياة ما هي حياة فيها حركة، ما تحرق. إذا أنت ما تحرق هذه السعرات الحرارية تضرك. هذه واحد. اثنين، نحن ما نقول لا تتقهوى، لكن المسموح لك ما تتعدى 8 فناجيل قهوة عربية في اليوم أو 3 أكواب قهوة، يعني عندك 300 ميلي جرام كافيين يوميا. ما هو بلازم لك تتقهوى على تمر، ممكن تتقهوى على فواكه، ممكن تتقهوى على قطع تفاح، ممكن تتقهوى على قطع برتقال، ممكن تتقهوى على تمر بس أحرقها. يعني حط لك برنامج يومي للرياضة وتقدر تسوي تمر، تقدر تسوي تاكل التمر اللي تبغاه. بعض الناس يقول طيب يا دكتور قول لنا كم الواحد ياكل في التمر؟ ما لها عدد معين، يعني على حسب حرقك. واحد يركض يوميا ولا عنده سكر ولا عنده ضغط، هذا ياكل كمية التمر اللي يبغاها. طيب دكتور خالد، هل الافضل تقليل العادة هذه سواء بشرب فناجيل القهوة او التمر، أو أنه الانقطاع أفضل؟ لا، لكل مجتمع عاداته وتقاليده. ما مستحيل تجي واحد متعود 70 سنة 80 سنة على عادة معينة وتقول لا أقطعها ويجب تجد بديل لها. الأصح من ناحية التثقيف الصحي إن ندخل معه في نفس العادات والتقاليد حقه اللي هو يسويها. احنا نقول له بالعكس، تستطيع تأكل تمر لكن حاول تقلله، حاول تزود الرياضة، اضبط لي السكر حقك، اضبط لي الوزن، خليك تأكل بأمانة. يا دكتور خالد بأمانة، أنت من محبي القهوة والتمر ولا لا؟ حقيقة التمر أنا يمكن يمر علي أسبوع ماكل تمرتين أو 3. القهوة نعم، القهوة أشرب قهوة يومي بس فنجانين 3، ما هو أكثر. يعني لست مدمنا للقهوة ولا التمر، لا، يعني استهلاكي عادي. يعني هذه دكتور خالد، هذه تغريدتك أو معلومتك هذه عن كبار السن خاصة، ولا هذه شاملة لكل الأعمار وكل أنه التقليل من القهوة والتمر أفضل؟ التقليل من القهوة والتمر يقصد بها لجميع من يعانون السكري، نعم، أو يعانون زيادة الوزن، أو يعانون أمراض في القلب، أو لا يمارسون الرياضة، أو مدخنين. هذول المقصود فيهم. غير كذا لا، ما حد تكلم عنك، تقدر تأخذ اللي تبغاه. لكن هؤلاء الجروب، هذه المجموعات عندهم مخاطر في ارتفاع السكر وزيادة الوزن وأمراض القلب، هذول اللي حنا ننصحهم. طيب دكتور خالد، أيضا ما السبب في هذه التغريدة في هذا الوقت الحالي؟ هل بسبب حالة جتك أو أنه لاحظت أنه؟ طبعا أنا ما أطلع تغريدة إلا يكون مريض جايني فيها وشفتها وحبيت أشارك الناس في هذا المعلومة. مريض هذا جاني والسكر التراكمي حق 11 مرتفع جدا، وعندما بحثت قال ترى أنا ما أكل الخرابيط اللي يكونون الناس هذه، معجنات، سكريات، ما. فقلت له، قعدت أسأل في تاريخه،
وبالفعل هو رجل ما ياكل كثير يعني، لكن يوم طحنا على المشكله وجدت انه ياكل تمر بشكل كميات كبيره يوميا، يعني الصباح يفطر على 15 تمره مع قهوه، الظهر لازم بعد الصلاه لازم يتقهوى وياكل تمر، بعد صلاه المغرب لازم 15، يعني في اليوم 30 45 حبه تمر، والسكر حقه مرتفع جدا. فهذه ثقافه خاطئه. نعم قديما كان في جوع، كان في فقر، ويقول هذا أكلي وأكل أبوي. نعم صحيح، بس الآن الحمد لله الخيارات كثيرة، وفي ذلك الوقت ما كان عندهم الأكل إلا التمر والماء والحليب الأسودان. نعم. ويعيشون عليها. لكن الآن كنت تشتغل طول اليوم، وأنت تشتغل من صباح رب العالمين لآخر شيء، لكن الآن تغيرت نمط الحياة حقك، أنت متقاعد جالس في البيت ما تتحرك، إذا مشيت رحت المسجد ورجعت، وزنك زايد، سكرك مرتفع. لا، هذا نمط غذائي خاطئ يقودك إلى التهلكة. دكتور، هل هناك بديل للقهوة والتمر لكبار السن؟ أنت ذكرت المكسرات، فائدة لها فوائد لكبار السن؟ المكسرات مفيدة، مل كف اليد يعني 50-70 جرام يوميا من المكسرات مفيدة للقلب، ما فيها كلام بجميع أنواعها، ولكن الكثار منها في ناس عندهم سمنة يزود الوزن، هذا واحد. اثنين، أنا لا أقول للمرضى السكر ولا للمرضى القلب ولا اللي عندهم سكر امتنعوا نهائيا عنها، أنا أقول نظموا الموضوع، يعني لا إفراط ولا تفريط، قلل الكمية وزود لي الحركة واضبط لي السكر. أنا ما راح أتكلم معك في شيء، يعني إذا خليت للمعدل التراكمي حق السكر تحت 7 أنا ما راح أتكلم معك أبد، كل ممتاز. التمر اللي تبغاه ممتاز، لكن ما يصير تراكمي حقك 11 وتجي وتقول لا أبغى أكل 15 حبة تمر يوميا. لا، بارك الله فيك يا دكتور خالد، شكرا جزيلا لك. الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والقصر، شكرا جزيلا لك.